ينضم إلينا من الجزائر دكتور علي ربيج، أستاذ العلاقات الدولية وعضو البرلمان الجزائري. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف قرأت زيارة الرئيس الجزائري إلى البرتغال، وكيف ترى أهمية تلك الزيارة خاصة على الاقتصاد الجزائري دكتور؟ صباح الخير سيدي، تحية لك ولكل مشاهديكم الكرام. بالفعل هذه الزيارة هي الثانية لرئيس الجمهورية إلى أوروبا بعد زيارته لإيطاليا. هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة للجزائر، وكذلك هي مهمة جدا بالنسبة للبرتغال، على اعتبار أن الجزائر هي الممورد الأساسي للبرتغال بالغاز الطبيعي. في حدود 80% من واردات الغاز الطبيعي للبرتغال تأتي من الجزائر. كذلك مهمة للجزائر لأنه يوجد في حدود أكثر من 80 شركة برتغالية تنشط وتستثمر في الجزائر، وهذا رقم كبير. لهذا نتوقع أن الرئيس اليوم بعد فتح الورشات الكبرى والإصلاحات الكبرى وإعادة النظر في قانون الاستثمار الجزائري، اليوم ندعو الشركات البرتغالية الإيطالية وحتى الأوروبية للمجيء إلى الجزائر والاستثمار. وأنت تعرف اليوم أننا بحاجة إلى الخبرة والتجربة البرتغالية في مجالات وقطاعات مهمة جدا، على رأسها الطاقات المتجددة، الصناعة الصيدلانية، وكذلك الفلاحة، وكذلك قطاعات أخرى ممكن أنها نستفيد منها نحن في الجزائر. ولهذا أنا نظن اليوم بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في مشروع أو في اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية، وبرتغال هي واحدة من الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، لهذا أنا اليوم نشوف أن هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة للجزائر وكذلك بالنسبة للبرتغال. نعم، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين لتعزيز العمل حول المؤسسات الناشئة والابتكار. كيف يمكن لهذه الاتفاقية أو هذه المذكرة أن تدفع الاقتصاد الجزائري إلى الأمام، خاصة أنها تتعلق بالشركات الناشئة والتي ربما في هذه الأونة تأخذ حيزا كبيرا داخل الجزائر؟ صحيح، وهذا ما يسمى بالستارت اب، وهي الشركات الناشئه المتوسطه والصغيره، وهي التي تكون جزء في حلقه الاقتصاد الجزائري التي هي مطلوب بنا ان ندفع بعجله هذا الاقتصاد ونخرج من فكره التبعيه ل نعم. دكتور، يبدو أن الاتصال قد انقطع مع دكتور علي ربيج من الجزائر، سنعود إليه مرة أخرى لمعرفة تفاصيل أوفى حول هذه العلاقات بين الجزائر والبرتغال، لا سيما في المجال الاقتصادي.